مساء الخير أستاذة مساء النور، ناهد، أهلا وسهلا. مساء الخير على جميع الحاضرين، الأساتذة الكبار، الأستاذ يوسف، الأستاذ صالح المطيري، وأكيد أخوي الكبير عبد المحسن أبو فهد. يعني أعظم لكم الأجر وأعظم الأجر لكل أهل الكويت. يمكن أخوي الكبير وزميلي العزيز عبيد العتيبي يعتبر هو أخ بمثابة أستاذ، لأن أنا كنت من متابعينه قبل لا أنضم للإعلام أو حتى أدخل التلفزيون. أنا كنت أحد المشاهدين اللي يعني لما حبيت أني أشتغل تمنيت أن أجلس جنب الإنسان وأقدم معاه أي برنامج أيا كان، حتى لو فقرة قصيرة صغيرة بأي برنامج. فالحمد لله تحقق هالشيء هذا، ولما تعرفت عليه بصورة كبيرة عرفت ايش كثر هالإنسان يعني خلوق محب كريم، يعطي من قلبه لكل زملائه. وأنا يمكن يعني الكل تكلم عن أخلاقه، لكن عندي اليوم موقف لأول مرة راح أذكره، حتى عبيد ما عمره تكلم عنه رحمة الله عليه، لأن في يعني كنا في سنة 2003، وهالموقف هذا لا يمكن أني أنساه أبدا من أخوي الكبير وزميلي العزيز رحمة الله عليه أبو محمد. كنا وقت حرب العراق سنة 2003، وذاك الوقت كان في حالة استنفار كبيرة بالكويت، البلد على أعلى مستوى كان في حجز كلي لرجال الدفاع والداخلية، وإحنا في وزارة الإعلام، وأكيد أستاذ يوسف وأستاذ صالح أستاذ عبد المحسن أكيد ذاكرين هالفترة هذه، لأن كانت يعني للأمانة من الأوقات الصعبة جدا. وأنا كمذيعة أو كإعلامية كان لأول مرة في حياتي يعني أتعرض لهالموقف هذا، فكان عندنا مثل حجز كلي أيضا للمذيعين، وكان عندنا الدوام على مدى 24 ساعة، ومسوين لنا نظام شفتات علشان نكون موجودين دايما بالاستديوهات، يعني الله لا يقولها إذا صار أي حادث أو أي طارئ. وفي وقت من الأوقات كان عندي شفت مع أبو محمد رحمة الله عليه، وما وعينا صار اللي صار، وانفجارات وإطلاق صفارات الإنذار، ووقتها أطلق النظام العراقي صواريخ على الكويت، وطاح الصاروخ اللي بسوق شرق. أنا طبعا بهالوقت هذا يعني صار عندي مثل انهيار، يعني خوف ما بعد خوف، حزن، خوف على الديرة، شنو ممكن يصير، شو اللي راح يحصل إذا امتدت الحرب وحاشت الكويت شيء منها. لكن الأمانة وقتها يعني كان أخوي عبيد موجود وقال لي كلمة لا يمكن أني أنساها، قال لي لا تزعلين، يعني ما في مجال للحزن الحين، إحنا كل اللي بيدنا إن إحنا نصير أقوى، إحنا جنود مثل ما رجال الجيش والدفاع الداخلية قاعدين يقومون بدورهم، إحنا أيضا كإعلاميين سلاحنا هو قوتنا وكلمتنا، لازم نكون أقوياء علشان نقدر نطلع نواجه الجمهور، نطمن هالجمهور العريض ونمد من قوتنا. فالأمانة رحمة الله عليه كان إنسان شجاع بطبعه، وكان عنده قوة صلابة ورباطة جيش. أنا الأمانة استمديت هالقوة هذه منه، وكان دايما يعطيني النصائح ودايما يقوي من عزيمتي في أي موقف يحصل. فرحمة الله عليه هالموقف هذا أنا لا يمكن أني أنساه، وفعلا بوقتها قدرت أني أكمل يومي على خير والحمد لله. يعني أنا دايما أذكر أبو محمد بالخير، وحتى الأساتذة الأفاضل اللي موجودين ممكن يتكلمون لك عن هالفترة هذه وعن فترة الطوارئ اللي عاشتها الكويت. أكيد الأستاذ يوسف مصطفى يعني خبراته طويلة بهالمجال، أستاذ صالح المطيري معلم، وتشرفت أني زاملته في مساء الخير يا كويت، شكرا. واستمديت أيضا من خبرته. أستاذ عبد المحسن البرقاوي أكيد غني عن التعريف، وعظم الله أجرك يا أبو فهد. وللأمانة يعني سيرة عبيد العتيبي لا يمكن هي تنسى، وستظل أبد الآبدين، وإحنا كإعلاميين راح نظل نذكرها بالخير دائما وأبدا وبيظل على دائما ابتسامتها معانا، الطيبة. أكيد بيظل هالابتسامة دائما غايب وهالبشاشة طاقتنا.
لا يمكن هي تغادر الشاشة أو تغادر ملامح وجهها اللي كانت يعني دائما تعطي طاقة إيجابية تنير أي استوديو هو يكون موجود فيه. شكرا جزيلا لك أستاذة شكرا ناهد أيضا جزيلا. على وجودك وعلى العنوة، وفعلا عبيد يستاهل. يستاهل عبيد، يستاهل. شكرا جزيلا. الله يجزاك. شكرا.